استوقفتني بس الآية اللي هي قوله تعالى في سورة الصف: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. استوقفتني بس الآية في قوله تعالى يأتي من بعدي اسمه أحمد، لأن حركات الصلاة بتاعتنا زي ما معظم الناس عارفة هي على شكل كلمة أحمد، فبالتالي أنا عندي أولوية لشكل الحرف إن هو يكون على شكل حاجة في جسد الإنسان، زي ما شفنا في حرف الياء، وزي ما شفنا في حرف الصاد، وزي ما شفنا في حرف الميم، وهتيجي معانا النون والباء قدام. بس في الآخر أشكال الحروف في اللغة العربية ليها أولوية في شكل الجسم نفسه أو في رسمة حاجة في الجسم عن أي حاجة تانية بالنسبة لي، وده اجتهادي الشخصي برضو، مش شرط ان هو يكون ملزم بيه اي حد تاني. فهقول بس اخر ملاحظاتي على الاشكال دي. من ضمن الملاحظات اللي كنت حابة اشارككم بيها ان انا عندي حرف الالف موجود هنا وهنقوله بتوسع قدام، سواء الهمزة بتاعته فوق او الهمزة بتاعته تحت. حرف الصاد قلناه خلاص، وده كده حرف الميم. هنا ممكن اخد حرف الباء من بطن بالامعاء، اللفه بتاعتها والدورانيه طالعه لي بعمود واحد، فدي الطاء. وحرف النون ان انا هاخده من التجويف اللي جوه، وحرف النون اللي هو النقطه بتاعته مكان السره بتاعتي، وهي مصدر الغذاء ليا ايام ما كنا اجنه في بطون امهاتنا. حرف العين متاخد من ان انا عندي عين صغيره او الحدقه بتاعت العين، وعندي عين كبيره اللي هي الدايره الكبيره، والاتنين يرمز اليهم بالعين، العين اللي هي الاحاطه الكامله. فبالتالي كان ممكن شكل حرف العين يبقى عامل كده، ولكن عشان قربه من حرف الحاء في الإحاطة، لأن الحاء برضو بيحيط ولكن مش مقفول، فراح اتعمل بالشكل ده. حرف الياء قلناها خلاص اللي هي جاية من هنا، دي الياء دي تخيلتها اللي هو شكل الهاء، الهاء اللي هي كده، الهاء اللي هي وسط الكلام. في حاجة كمان لاحظتها، ان احنا عندنا في علم الطاقة او علم الشاكرات، لو ناس تعرف فيه، ان انا عندي السبع شاكرات بتوعنا ان احنا بنتكلم فيهم في الانفس، المفروض ان بيلتف حواليهم مصدرين للطاقة، اللي هو مصدر بيديني طاقة موجبة ومصدر بيديني طاقة سالبة. هي نفس الفكرة بتاعة الدم بالظبط، الشرايين والأوردة، الشرايين اللي فيها الدم المحمل بالأكسجين أو النقي، والأوردة اللي فيها الدم الغير محمل بالأكسجين اللي الجسم بيتخلص من الشوائب بتاعته. فعندي نفس الحاجة في نظام الطاقة، ولكن بيرمز إليها بثعبانين، فأنا لقيت إن برضو الثعبانين دول واخدين شكل حرف الحاء حوالين كل مصدر طاقة من الطاقات دول. ولو خدنا حرف الحاء في حاء ميم، هنلاقي ان حاء تعني الإحاطة، والميم تعني القلب او المصدر، فهنلاقي ان في حاء لكل شاكرة منهم او لكل مصدر طاقة منهم. هنهي الكلام بملاحظاتي العامة على الحروف المقطعة على القرآن الكريم. طيب، بناء على كلمة احمد اللي هي تكون حركات الصلاة، فلقينا ان حرف الالف هو وانت واقف، يعني حرف الالف قد يكون الامتداد اللي هو ده، وحرف والهمزة قد تكون الرأس عليها ايا كانت الوجهة، يعني هو المفروض ان الوش هو اللي مفتوح هنا، فهو المفروض تبقى كده، ده الوجه قدام، ده كده حرف الالف. الالف ليه اكتر من شكل مع الهمزة، يعني في حرف الالف اللي هو فوقه همزة، وفي حرف الالف اللي تحته همزة، في الف وحدها، في الف اللي هي بالصاد، وفي الف اللي هي بالمد، وفي الهمزة وحدها. فلو كانت الالف الهمزه من فوق، فهي خلاص واضحه ان احنا عندنا كده الامر الرأسي او امر علوي. او في حاجه كمان، ان الالف من حروف الاستفال، يعني اكتر حاجه بتميزها ان هي من حروف الاستفال. الاستفال يعني ايه؟ يعني من حروف النزول من فوق لتحت، يعني حاجه بتنزل لي كده، فهي حاجه منزله من فوق لتحت. حتى وانت بتنطقها، لما بتنطق في بدايتها بتكون اشد حاجه، وفي اخرها بتكون اقل شده. فبالتالي اكتر حاجه بتميزها هي صفه الاستفهام. لسه هناخد الصفات، بس دي من ضمن الملاحظات اللي ممكن تاخدوا بالكم منها دلوقتي. حرف الالف يعتمد على الحاجه اللي قبله في الشده وفي الرخو، واذا كانت همزه او كانت وصل او ان كانت اي شيء. الحاجة الوحيدة اللي بتميزها هي انها من حروف الاستفال. ف
فلو كان الأمر علوي فهي بتكون فوق، لو كان الأمر من تحت، يعني مثلا في سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم الأمر من فوق لأن هو أمر سماوي، أمر مكلف من السماء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لما كان في السماء كان اسمه أحمد لأن التكليف كان لسه لم ينزل إلى الأرض. لكن في سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم هو اللي دور وهو اللي سعى، فكان الأمر مأخوذ مصدره من تحت، يعني سيدنا إبراهيم هو اللي سعى وجاهد ودور وبحث إلى أن أنعم الله تعالى عليه بالوحي. سيدنا محمد نفس الكلام، ولكن سيدنا محمد لم يرد إن هو عانى في البحث عن إله كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام. حرف الصاد هنا معناه صلة أو صل، حرف المد معناه هتمد الحرف شوية بحروف المد إن كانت حركتين أو ثلاثة أو أربعة، الهمزة هي حرف لقاء فقط لا غير، والألف اللي هي معلهاش حاجة دي هي اللي هنلاقيها في ألف لام ميم أو ألف لام راء أو ألف لام ميم صاد أو ألف لام ميم راء. طيب احنا كده الألف أكتر حاجة هنميزها بيها إن هي بس حاجة بتنزل من فوق لتحت من حروف الاستفال. اللام زي ما قلنا هي أداة لم، من اسمها لام، يعني ما ينزل من السماء إلى الأرض يلم به ما في الميم. إيه هو الميم اللي احنا قلنا في الفيديو ده اللي هو القلب، شكلها شكل الميم بالظبط إن كانت ميم ألفية أو ميم خنجرية. الميم الألفية اللي هي كده والميم الخنجرية اللي هي كده. طيب فلو خدنا ألف لام ميم هنقول إن هي شيء منزل من السماء إلى الأرض، أو شيء منزل من حاجة علوية لحاجة سفلية. سفلية مش معناها حاجة وحشة، سفلية معناها بالأسفل. لام لتلم، الميم الميم اللي هو أمر قلبي، ويؤخذ برضو إنه المصدر. وهنلاحظ إن ألف لام ميم عبارة عن 6 سور، والسورة السابعة اللي هي سورة الأعراف بدايتها ألف لام ميم صاد، واحنا كنا قلنا خلاص ان صاد اللي هو على شكل العقل، فالأعراف مميزة ان هي فيها امر قلبي وامر عقلي في نفس الوقت، لكن باقي ألف لام ميم الامر فيها قلبي اكتر. والقرآن الكريم أنزل على سيدنا محمد على القلب بقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقلب مميز بالنزول أكتر من العقل. طيب نيجي للراء، احنا كنا قلنا إن الراء هي الريشة أو أمر ملين أو أمر مسهل أو أمر مجرى أو أمر فيه تكرار، أي ما شئت من المعاني ممكن تاخد. يعني حرف الراء ما شاء الله فيه توسع كبير، ألف لام ميم صاد، خلاص ألف لام ميم راء اللي هي سورة الرعد، هيضاف بس إلى الراء حرف الميم وهيبقى بكده أمر قلبي ميسر أو مجرى أو مقرر. وألف لام راء هم عبارة عن 5 سور، ألف لام ميم راء دي السورة السادسة، مش السادسة بالترتيب يعني، ولكن هي الستة بتاعتهم. هعمل بس ملاحظة على جنب كده، لو تفتكروا في الفيديوهات اللي فاتت كنا قلنا ان الماء انكسارات و7، وهما نفس ال7 مشتقة منهم ال7 أنفس بتوعنا، اللي هو النفس الأمارة بالسوء واللوامة والملهمة والمطمئنة والراضية والمرضية والنفس الزكية. كنا قلنا ده من خلقة الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام، انه خلقه من طين، والطين كان عبارة عن تراب وماء، ونتيجة نفخ الروح في الجسد المادي تكونت معايا ال7 انكسارات بتاعت الماء اللي هي من روح الله تعالى. طيب انا عارفه ان انتوا اتاخدتوا شويه من المنظر، ولكن انا عندي السور اللي هي بتبدا بالف لام ميم اللي هي سوره البقره، آل عمران، الاعراف بتبدا بالف لام ميم صاد. يعني الاعراف عندي هنا مميزه شويه ان هي بتبدا بالف لام ميم صاد. بعد كده العنكبوت، الروم، لقمان، والسجدة، دول كده ال7 سور اللي فيهم ألف لام ميم. السور اللي بتبدأ بألف لام راء هم عبارة عن 5 سور، سورة يونس وهود ويوسف، سورة الرعد بتبتدي بألف لام ميم راء، بعد كده سورة إبراهيم ألف لام راء، سورة الحجر ألف لام راء، وسورة النحل بتبدأ بقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ده بالنسبة للحروف. عندي بعد كده السور اللي هي الحواميم بداية من سورة الأحقاف،
بعدها الجاثية، بعد كده صورة الدخان، بعد كده الزخرف، بعد كده صورة الشورى، بعدها صورة فصلت، وآخر حاجة صورة غافر. وفي تمييز لصورة الشورى إن هي بتبدأ بحاميم وبعدها عين سين قاف. دي كده صور الحروف المقطعة اللي هم سبعات عندنا. بعد كده النون وقاف وكاف هيا عين صاد وصاد، دول ملهمش تكرار. اللي عايزة اقوله هنا ان الصور دي صور تخص الانفس بشكل كبير، واللي حابب ياخدها كورد يومي او كورد حتى شهري اكيد هتكون في منفعة كبيرة جدا عليه. الصور اللي هي مختصة كصور مميزة شوية عن الباقيين زي سورة الاعراف وسورة الرعد وسورة الشورى، هي زي ما تكون صور محورية للسبع الصور الباقيين. يعني سورة الاعراف هي المحور بتاع السبعة اللي هم مبتدئين بألف لام ميم، وصورة الرعد هي صورة محورية للصور اللي بتبدأ بألف لام راء، وصورة الشورى صورة محورية للصور اللي بتبدأ بحام ميم. وسبحان الله هم الثلاث أنفس اللي هم في النص، وهتلاقوا أحاديث كتيرة جدا في فضل الصور دي خصوصا صور حاميم. وده كده كل اللي عايزة اقوله بالنسبة للحروف، ولو في اي استفسار او اي حاجة تحت امركم في اي وقت، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.